حساسية والتهابات العين بتظهر عند عدد كبير من الناس مع تغير الفصول، وخصوصا ما بين الربيع والصيف، وبيكون ليها تداعيات سلبية كتير، وفي ناس ما بتقدرش تخرج بالنهار بسبب الحساسية دي. خلينا نعرف أسباب المرض ده وإزاي نقدر نتجنب مخاطر الإصابة بيه. بينضم لنا عبر زوم الدكتور إيهاب سعد عثمان، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية طب القصر العيني. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح النور يا استاذة منى، ازي حضرتك؟ دكتور، واحد من المشكلات اللي بنحس بيها دايما مع تغير الفصول حساسية العينين، هل ده فعلا احنا بنبقى حاسين كده، ولا في فعلا حاجة حقيقية واحنا مش بنتداول بس كلام كده بنسمعه طول الوقت؟ طبعا هو في تغيير الفصول والمواسم كمان بيحصل نوع من الحساسية ضد مثلا حبوب اللقاح، معروف تماما في موسم الدريس بتاع القمح بيبقى فيه نوع من الحساسيه، والحساسيه دي حاجه بتنقسم، ده رد فعل مناعي للجسم لمؤثرات خارجيه بيتفاعل معاها الجسم بان هو بيطلع بعض المواد اللي هي بتخلي الواحد مناخيره سايبه، يعطس، نفسه يضيق، ساعات تظهر على جلده بعض البثور وبعض الحبوب، عينه بتدمع وبتدي يهرش فيها، ودي علامه رئيسيه وفارقه في تشخيص الحساسيه اللي هي الرمد الربيعي او الحساسيه الموسميه للعينين. وبنفرقها برضو بينها وبين عرض عندنا كلنا، ان الواحد يخرج زي ما حضرتك قلتي كده، يصحى الصبح كده عينيه عايزه يعني حاسه ناشفه شويه، الشمس عينه ما بتبقاش مبسوطه قوي، ده ومعهوش حكه. الحكه هنا علامه فارقه ومهمه في ان احنا نفرق بين الحساسية الموسمية اللي هي بتتكرر كل شوية وفيها أعراض وفيها تبعات كبيرة جدا 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 على العين وعلى النظر كمان، وبين إحساسنا بالجفاف اللي ده محتاج قطرات مرطبة بسيطة وبنتعامل معاها بصفة روتينية في حياتنا اليومية، إن احنا نغسل عينينا بدموع صناعية زي ما الواحد بيغسل وشه مرتين ثلاثة في اليوم أربعة، بيغسل عينه برضه ببعض القطرات بصفة فيها نوع من الاستدامة. طيب دكتور، هل ينفع علاج هذه الأعراض الظاهرية اللي بتسبب الإحمرار في العين؟ الإحمرار في العين دي أسباب كتيرة، بس لو سمحت لي بس يعني أشير لحاجة مهمة جدا في موضوع الرمد الربيعي اللي هو بيصيب الأطفال من سن 7-8 سنوات لغاية 13-14 سنة، وبيبقى معاه حكة شديدة في العين. حطينا كذا شخص على جهاز رنين مغناطيسي وطلبنا منهم حاجه دايناميك، يعني نقدر نصور اللي بيحصل فعلا وهو بيحصل، وطلبنا منهم يدعكوا في عينيهم بقوه مختلفه. الدعك في العين ده بيؤثر على القرنيه وعلى سطح العين، وده من الاسباب المباشره دلوقتي لما يعرف باسم القرنيه المخروطيه. والقرنيه المخروطيه دي بيبقى ضعف قرنيه مع تمدد في العدسه الاماميه للعين اللي هي القرنيه، ويصاحبه ضعف شديد في الابصار. فاصبح في الدنيا دلوقتي في حملات ما تهرش في عينك، وأنا برضو من خلال منبارك والحلقة الكريم ده ومستمعينكم الكرماء بدعو تماما، خد بالك لا تستلذ الحكة في العين، لأن ده قد يتبعه مشاكل كتير قوي مرتبطة بالنظر على المدى. بس ما بنقدرش نقاوم يا دكتور، لما الواحد بيبقى عنده شعور بالحكة في العين ما بيقدرش يقاوم، مهما احنا عارفين انه ما ينفعش، ودايما حتى كنا بنقول بالذات وقت انتشار فيروس كورونا بلاش ان احنا نلمس الوجه بصفة عامة وبالذات العينين والأنف، لكن خلينا برضو نقول نبقى واقعيين، ما بنبقاش قادرين. طيب خلينا نفرق بين حاجتين، ان انا عندي التهاب واحتقان، فانا عندي احساس ان عيني تقيلة عايز اقفلها مش عايز احكها، وان انا عندي حساسية والحكة هنا بتبقى يعني نوع من المتعة، ان هو بيقلل شوية المواد اللي بتطلع، الكيماويات اللي بتطلع، فهو عمال يهرش ومستمتع. انا بتكلم على النوع ده، لكن عينيا بتدمع ولا حاجة عملت كده، دي مش قضية، حتى من غير ما اضغط او اسبب انبعاج في شكل العين وبروز في القرنية يؤثر على النظر. ففي فرق بين الحاجتين دول، حاجتين مهمين. الحاجة المهمة الثالثة ناخد العلاجات، ما هو الأدوية يا فندم لازمها الحاجات المضادة للهستامين، سواء القطرة أو سواء دواء الشرب أو البرشام أو كده، ده مهم جدا جدا إن هو يضيع الأعراض. الحاجة الثانية المهمة بالنسبة للرمد الربيعي والحساسية الموسمية، عارفة وصفة بلدي بسيطة جدا، عارفة حاجة زمان أيام الملوك كان عندهم بيجمعوا فناجين صغيرة كده شكلها فاني، يعني دي ما ينفعش تشرب فيها قهوة ولا شاي، وكاسات كده شكلها غريب، كانوا بيعملوا الكاسات دي من الخزف ومذهب، بيحطوا فيها مية عادية ويروحوا حاطينها على عينيهم ومفتحين عينيهم وقافلين كذا مرة في المية، وده كان بيقلل تماما
اللود بتاع المسببات مسببات الحساسيه، وده كان بيقلل تماما الاعراض. دلوقتي يا جماعه احنا عندنا قطرات وعندنا ادويه وعندنا حاجات، عندنا نظارات تقييم الاشعه فوق البنفسجيه، وده بيساعد كتير قوي في انه يقلل الاعراض. طيب خلينا نتكلم على المؤثرات الخارجيه. هل الغبار والدخان والاتربه المنتشره في الجو وخصوصا في اماكن يعني القريبه من المصانع وكده ممكن تكون سبب في ظهور هذه الاعراض يا دكتور؟ والله دي سبب في ظهور اعراض اخرى ليها دعوه بان الغشاء المخاطي بتاع العين زي الغشاء المخاطي بتاع الفم وسقف الحلق حساس بكل حاجة قلته ده، ادويه، كيماويات، اتربه، اسمنت، غبار ملوث، كل ده بيخلي نوع في نوع من زياده البخر في طبقه الدموع واحساس بعدم الراحه، اللي هو يا جماعه انا عايز اقفل عيني كده ومش مبسوط، وده بيتصلح بقطرات مرتبه متداوله. وحقيقه يعني في شركات المصريه يعني عملت طفره كبيره، حتى القطرات بقى دلوقتي ما فيش فيها مواد حافظه وحنينه جدا على العين وبتغطي كل الاحتياجات. ولكن الحساسيه بتاعت العين ملهاش دعوه مثلا بالمانجا ولا الفراوله ولا حاجه معينه في الاكل او الشرب، دي سببها حاجه كلنا معرضين ليها ما نقدرش نمنعها طول ما احنا عايشين، اللي هي اشعه الشمس فوق البنفسجيه التي تكثر من 10 صباحا لاثنين بعد الظهر. والفتره دي الاولاد اللي بيجي لهم هذه الحساسيه بننصح الامهات تماما ان هم ما يتعرضوش لهذه الاشعه، او لو هيخرج بره في الشمس يلبس كاب ويلبس نظاره شمس، ده مهم جدا 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 في هذه الفتره، لو راح مدرسه او بيلعب او عايز يتحرك بره، فده بيحجز 99% او اكثر من اشعه فوق بنفسجيه الضاره اللي هي تسبب، هي التريجر، هي التي يعني تسبب تسبب مباشر هذه الاعراض كلها، وبالتالي نمنع عنه الاعراض. في حاجتين مهمين تانيين، ان بنستخدم في الحالات الشديده قطرات كورتيزون، بحذر الامهات، وقطرات مضاده للهستامين، قطرات مضاده للحساسيه، بحذر الحقيقه الامهات مع تكرار العلاج وتكرار الاعراض ان هي ما تنزلش الصيدليه وما تجيبش القطره من نفسها وما تستخدمهاش بصفه مزمنه، لان ده دواء فعال وساحر في ان هو يضيع الاعراض. فبعد ما الام بتروح مره واثنين وثلاثه للدكتور وبيكتب لها الوصفه اللي هي تقريبا متشابهه اللي هي نفس الاعراض، المره الرابعه تقول خلاص ما انا عرفت اللي فيها بقى وانزل اجيب الدواء من الصيدليه، ده يؤدي الى فقدان البصر في الطفل او في الشاب اللي بيكبر ده، لان الكورتيزون استخدامه بصفه مزمنه في بعض الحالات يؤدي الى ارتفاع في ضغط العين اللي هي الميه الزرقاء والجلوكوما وتلف العصب البصري وكذلك مياه بيضاء. فبرضه مهم جدا 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 نحذر الامهات، واحنا دايما بنكتب في الوصفه الطبيه كل اللي انا قلته لحضرتك ده، وبنكتب القطره دي تستخدم لمده اسبوع وتوقف، وبنقعد نقضي وقت مع الام ان هي يعني ما تتصرفش بنفسها، ده مش دور برد ولا حاجه، لا ده دواء يعني بصراحه يا استاذ مصطفى الاحمرار العين مش كله زي بعضه، الاحمرار العين ممكن يعكس التهاب شديد جوه العين، ممكن يعكس التهاب لسطح العين، ممكن يعكس حساسيه خفيفه، والحقيقه يعني ممكن يكون عرض لمرض اخر طبيب العيون هو اللي يقدر يحدده يا دكتور. فعلا بما ان احنا بنكلم الامهات، احنا عارفين الامهات دايما عندهم حلول لكل الاشياء ودايما بيبقى عندهم طريقتهم في حل المشكلات، فكتير بيلجأوا للوصفات المنزلية. الوصفات المنزلية دي نتعامل معاها ولا بلاش، ولا ننصح أبدا بالتعامل معاها؟ طيب بالنسبة لمستوى العيون، كان زمان في اللبخة، الحمد لله بطلت اللبخة بتاع العيون دي بطلت. يعني في وصفة لطيفة قوي اللي هي الكحل، الكحل الحقيقة اللي بتحط كمان في الأطفال، ودي ليه حكاية لطيفة على فكرة. الكحل ده زي ما حضرتك عارفة كده بيستخدم أيام الفراعنة، في مادة الزنك أوكسيد، دي مادة استخلصت من الكحل وبقت نستخدمها في القطرات. ليه؟ لأن وجدنا إن ليها يعني خاصية مضادة للبكتيريا، بكتيريا معينة الناس اللي عندها بيجي زي مادة بيضة كده في زاوية العين وبيبقوا فيها بعض الاحمرار، فالزنك أوكسيد المستخلص من الكحل بنحطه في القطرات وبنعالج هذه الالتهابات، ودي من أشهر الوصفات البلدي الكحل. طبعًا بنوصي دايمًا باستخدام الحاجات الاوريجينال، يعني مش كل حاجه حد يجيب حاجه في البيت يعمل منها لون كده ويتحط بالذات في عيون الاطفال. من الوصفات البلدي الاخرى كمادات الشاي، احنا برضو مشهور قوي كمادات الشاي. صحيح الحقيقه الـ يعني
الميه السخنه في عموم الامور، وده بننصح بيه. هي كمادات الشاي بس بتبقى سخنه، ادي كل الفكره يعني. ما اعرفش بقى بتتحط بالباكت ولا بتتحطش، مش عارف بالباكت. بس الباكت دايما انا شفت لا شفت ناس فعلا زي الخيارتين كده. فبننصح دايما الامهات ان هم او يعني اللي عنده مشاكل في العين، وعلى فكره ينفع كمان للسيدات عشان الميك اب، دايما قبل ما ننام بالليل نجيب حاجه صغيره كده فيها ميه سخنه قدر ما نستطيع، ونجيب فطين حمام صغيرين. الفطين عصرهم نص عصره وبيبقوا سخنين بالدرجه اللي نقدر نتحملهم، ونحطهم على عنينا ونغير الفوطه عشان تبقى سخنه 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 لمده 5 دقائق. وفي اخر ال5 دقائق بنمسك الفوطه المبلوله، بالذات السيدات اللي بيحطوا الميك اب والايلاينر والكحل والكلام ده، وندعك على حرف الرموش فوق وتحت، وده في منتهى الاهميه عشان نفتح المسام بتاع حرف الجفت اللي هي ليها مساهمه كبيره ورئيسيه في تكوين الدموع. صدقيني يا استاذه منى، لو عملتي كده كل يوم بالليل، وكتير من الساده المشاهدين هتصبح الصبح عينك يعني مش عايز اقول لك. خلينا ناكد يا دكتور ان احنا تبقى الميه دافيه يعني مش سخنه، ونصحى الصبح نلاقي طفله عينيه مسلوقه مثلا ولا حاجه من ده لو شاي يا فندم يعني يبقى بيض بالشاي ولا حاجه زي كده. كل الشكر ليك دكتور ايهاب سعد عثمان، استاذ طب وجراحه العيون بكليه طب القصر العيني، شكرا جزيلا لحضرتك.